الاجهاض بالنسبه للحاله ديال المهم دينيا هو حرام، حرام قطعي، ما فيش حلال او حرام، هو حرام قطعي. لجينا نشوفوا عاود الحاله الاجتماعيه ديال الانسان بالنسبه للبنت، غنشوفوا الحاله ديالها، السيسيون ديالها فاميليال كيفاش دايره هي، واش هي اصلا في واحد لو فوايي، واحد العائله اللي تقدر تكوفري داك البيبي وتكوفريها حتى هي وتربيه احسن تربيه وداك الشيء. الا ما كان شيء من نظريتي انا احنا نتحيدوا، من الاحسن تحيدوا وتبقى لي بغد راسها وتعاود حياتها من جديد وتيفيتي داك الخطا اللي دارت وما تعاودوش وتمشي تبدا حياتها جديده، من الاحسن من الاحسن زعما الاحسن، ماشي داك الشيء اللي دازت فيه تحاول تغير حياتها، ما تعاودش ترجع لذاك نفس سميتو نفس الخطا اللي دارت، وداك البيبي من الاحسن تحيدو. انا من الناحيه الدينيه قلت لك حرام قطعا، ما فيش الشك، انا حنا هضرنا من الناحيه الدينيه هذه ما فيها الشك، هذه حيدناها. ولكن من الناحيه الاجتماعيه انا شرحت لك كاين جوج الحالات، الا كانت قادره وعندها عائله اللي غتربيه وتربيها هيايا زعما وتقابلوا ويكبر في واحد الجو زوين وصالح وما بلا عقاد بلا حتى هو يخرج حتى هو يدير بحال داك الشكل اللي دارت ماما او سميتو بوسيبل يخليوه، اما باش ما عندهاش هاد الشيء اللي قلت لك دابا ما يمكنش تشدو، خصها تحيدو. انا بوغ موا صراحه كل واحد اللي بغى مثلا راه بحال هاد العمليه بحال هاد الشيء بحال هاد الموضوع خاص البنت اللي زعما الراي ديال البنت واش تقدر ولا لا، حيت راه شي مرات تيوقع مشاكل هاد البنت تغتصب وما عندها كيدير، واش تقدر واش زعما واش تبقى حامله به ما يمكنش، دونك خاصها الا بغا زعما حيت ما تقدرش تعيش بحال هكا، حيت حنا عندنا واحد المجتمع ما تقدرش تعيش البنت وهي حامله. دونك انا بالنسبه لي انا جو سوي بوغ، حيت في طرا بزاف المشاكل مراهقه تجي واحد الشوهه وحتى حنا ما عندناش المهم ما عندناش لي زاد بحال هكا، دونك بوغ موا انا جو سوي بوغ، انا متفقه مع هادشي. واخا بزاف ما يقولوا بنا لا حتى هي علاش دارت هكا، دونك انا بالنسبه لي سي بو. ولكن كاين واحد القاعده هي ما الا مثلا بنت ما كانتش باغا تولد زعما ما كانت كاع باغا دير داك لاكت اللي وصلها حتى لهاد الدرجه، راه شي مرات ما عندهاش البنت لو شوا، تيكون باها ولا شي واحد ما تعرفو كاع اختصبها شنو غادير البنت. انا بالنسبه لي خصهم صراحه يديروا زعما بحال مثلا برا عندهم دي سونتر دي زافورتمون، ماشي بحال في المغرب ما كاينينش فونس و المهم حيت بحال هادشي انت الا درتها بوحدها راه تتخاطر على حياتها ولا حياة الطفل وشي المهم شي دير بزاف المشاكل. انا في نظري ما يكونش، ولكن كاين شي الظروف اللي كتخلي بنادم يديروا رغم عندها 16 عام ولا 14 عام ما فحالهاش ولا تخاف ما مزوجه ما مخطوبه، يعني بالنسبه لي لها هي كتقول لك اجهاض زعما احسن غيفكها من ديك الفضيحه، فكر ديال الضحيه. اما الا جينا نشوفوا في المجتمع الله يهدي ما خلق، هذا الشيء كيبقى عدم التربيه ديال الانسان، حتى داك الانسان اللي غيخلي ديك البنت في ديك الحاله تنقول يشوف من حاله ديك ديالك بحال خطوب بحال يعني يحترم حدود ديالو، الشيطان كيوقع او لا يتزوج بها ويحللها ما يخلاش دير اجهاض وتموت ولا تكرفص. ضد الاجهاض انا وضد كاع شي حاجه اللي كتجر معها القانون، اللي كيجرم القانون كيحرمها الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ داك الشيء كيحرمو الله وكيجرمو القانون. ولكن بنادم بزاف قلت لك كيفاش غات البنت ما مزوجه ما مخطوبه وحامله الا وغتفكر دير اجهاض؟ من واحد الناحيه راه انا متفقه معاها حيت الظروف فهمتيني دارهم والعائله والخوت والله يهدي ما خير. انا مع الاجهاض على ود على ود المراه اذا ما كانش عندها لي مويان مثلا باش تكبر داك الدري ولا مثلا حملات سويت شي اغتصاب زعما من حقها انا تدير الاجهاض. ومن الناحيه الدينيه كنا كنعرفوا شي واحد يعرف غير شويه في الدين كيعرف بلي الروح ما كتنزل في الجنين حتى كيوصل من بعد 4 موا من الحمل، دونك اون بو با بارلي دو سميتو دو انسان قبل من 4 شهور. دونك اذا كانت غادي دير اجهاض ديرو قبل 4 شهور من الاحسن زعما سي فافورابل اذا كانت مسلمه بيان سور. من حقهم كل واحد عنده الحق في التعبير عن الراي ديالو، حنا في بلاد ديمقراطيه كل واحد عنده الحق يعبر كي بغا. كنظنش غادي نطيح في هاد لوكا حيت المهم عن قناعه شخصيه انا ما غاديش نطيح في هاد لوكا.
انا ضد الاجهاض حيت الاجهاض حرام، ولكن السيده كان عليها ما خصهاش دير داكشي باش زعما توصل لهذا. ولكن الا كان اغتصاب هذيك حاله اخرى، الا كان اغتصاب ولا هذا مهم من الاحسن تربيه ولا تشوف شنو دير ليه. هذا ما كان، لا اجهاض حرام، والاجهاض حرام، ولكن ما عرفنا شنو ما هو الاجهاض. انا عارفه بانه حرام في الدين في الاسلام انه حرام. انا ضد تمشي تخاطر براسها بسميتو تمشي دير الاجهاض تمشي تموت ولا تمشي ولكن بحال هادشي في المجتمع ديالنا خايب بينو. راه هي حرام ولكن راه كوميم راه تخوف من المشاكل. مثلا راه تولي عندها الشهوه وزايده، مثلا هي ما باغاش ما قادش تولد. مثلا انا شخصيا ما نقدرش نترفض المشكل. مثلا راه عاجبني تكون عندك ولدك وانت بنت ما قادش على حتى راه باش يكون متحامله، راه ماشي خص شي حاجه فوق تكون كابابل عليها، ماشي شي حاجه سهله صراحه. ما نعرفش ولكن ما نقدر ما نوصلش هاد لافورت ما نوصلش ليها صراحه. ولكن حيت ما كاينينش صراحه هنا لي سون نقدر نمشي برا صافي. الشابات المغربيات كنتمنى يديروا يخدموا عقلهم قبل الاحاسيس ديالهم ويشوفوا شنو اللي صالح لهم وشنو اللي ما صالح لهمش، وما يبقاوش يتمادوا بزاف هادشي ديال الاحاسيس وكنقولوا الحب وهادشي نو. يفكروا في حياتهم هي الاولى ويفكروا في المستقبل ديالهم من الاحسن. انا بصراحه ما نكذبش عليك، الاجهاض حرام، حرموا الله، ما خصناش نديروا الاجهاض، وخاص الدوله وخاص الحكومه اللي تكلف بهاد الدراري اللي كيتزادوا غير شرعيين باش نعاونوا البنات والنساء ما يديروش الاجهاض، فهمتي؟ يعني خاص الدوله والحكومه تعاون هاد البنات وتاخذ تاخذ بالراي ديالهم. لا بلاش مسح، كمل كمل عليها، غتمسحها؟ لا تقطعها، تقطع داك اللعيبه اللي صافي. خاص الدوله تاخذ بيد هاد البنات هادو، حيت راه هما راه كيكونوا في واحد السيتياسيون اللي صعيبه، فهمتي؟ خاصهم طبيب نفساني، خاصهم بزاف ديال الحوايج. دونك هما ملي كيلقاو راسهم ما بيناتهم غير العائله ديالهم والضغط عليهم، يعني كيضطروا باش يحيدوا، يعني ورغم انه راه حرام، حرموا الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.